ماذا يمكن أن تقول لنا تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟ اللقب الذي حققه ليستر سيتي أكثر من مستحق بالنظر إلى ما حققه الفريق من نتائج أثبت بها أنه الأفضل في إنجلترا. كيف عاش الجزائريون تتويج ليستر سيتي خاصة وأن الفريق يضم لاعبا جزائريا هو رياض محرز؟ الجزائريون كانوا في قمة السعادة بتتويج ليستر سيتي، فرحة هارمة عمت، والأجواء كانت أشبه بالتتويج بكأس العالم، خاصة أن محرز ساهم كثيرا في تحقيق اللقب. هل يمكن معرفة ما قاله لك محرز من أجل الانضمام إلى ليستر سيتي؟ رياض لم يتوانى في مرات عديدة في مطالبتي بالالتحاق بالنادي، ولا أخفي عليك أنه قال لي أشياء إيجابية عديدة. إنه فخر لي أن أكون إلى جانب مواطني في فريق واحد، هذا أفضل لنا وأفضل للنادي وحتى للمنتخب الوطني. هل أنت شغوف لاكتشاف أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز؟ بطبيعة الحال، أتوق للعب أول مباراة لي مع الفريق. بصراحة، هل كان لك حديث مع المدرب كلاوديو رانييري؟ في الحقيقة تحدثت معه مرتين. صحيح أنني اقتنعت بكلامه، لكن خيار الانضمام إلى ليستر سيتي اتخذته بنفسي وعن قناعة. رانييري مدرب كبير وأعرف بأنني سأتطور كثيرا معه. لماذا تعيد جماهير ليستر سيتي التي فرحت كثيرا بالتحاقك بالفريق؟ كل ما يمكن أن أقوله لهم إني من اللاعبين الذين يقدمون كل ما لديهم فوق أرضية الميدان. هل يمكن أن تلخص لنا مسيرتك الكروية أين كنت تلعب قبل الانتقال إلى سبورتينغ لشبونة؟ بدأت مداعبة الكرة في الشارع، وانضممت بعدها إلى فريق الحي عين البنيان، وبعدها انتقلت إلى شبيبة الشراقة، وهو ما فتح لي الأبواب للانتقال إلى شباب بالوزداد، وبعدها احترفت في الدوري البرتغالي بألوان نادي سبورتينغ لشبونة.